السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا حأشرح الهاف مون، اللي هي الألغوريثم هاف مون الموجودة بالستاتيستيكال كودينج لمادة المالتي ميديا، وإن شاء الله حأشرح مثال وإن شاء الله بتفهموا علي. هلأ بيجيك سؤال. كيف بيجي السؤال؟ بيجيك إكزامبل، أوكي، بيجيك جدول. هذا الجدول بيكون فيه اندكس، تمام، وبيكون عندك الكود لهذا الاندكس، وبيكون بعدين عندي شو البروبابيلتي بي ام بي، تمام. فشو اللي بنعمله؟ اهم شيء عندي هون بتطلع انه هون عندي الاندكس، طبعا يعني الاشياء اللي راح استعملهم الاندكس والبي ام بي. هلا الفكره انه شو الفكره الهاف مان؟ انه تعمل لك نيو كود لهذا الاندكس. عندي مثلا اندكس 0، الكود تاعه 000، تمام. فانا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل له نيو كود، تمام. فشو بنساوي؟ اول شيء، اول خطوه بنحسب البي ام بي، تمام. بعد هيك بنحسبهم. كيف يعني بنحسبهم؟ يعني بدي اجمع هدول كلياتهم مع بعض ويعطيني هون المجموع، تمام. هاي اول خطوه. ثاني خطوه بدي ارتبهم من بدي ارتبهم تنازلي من الاكبر للاصغر، تمام. ففكره السؤال من هون بتبلش. اول شيء بنشوف مين عندي هون اعلى قيمه. اعلى قيمه اللي هي شو؟ 0.853. شو الاندكس تاعها؟ الاندكس تاعها شو؟ 4. فبنحط اندكس 4. بعدين بشوف مين اللي اقل منها. اللي اقل منها 0.071. شو الاندكس تاعه؟ 2. بعدين بتطلع مين الاندكس اللي اقل من هيك. في عندي 0.023. شو الاندكس تاعه؟ الاندكس تاعه 5. بعدين برجع بشوف مين الاندكس اللي اقل من هيك. في عندي 0.019 و0.019. باخذ على حسب الترتيب الجدول. في عندي هون 3.0019 وهون 6.0019، تمام. وبعدين شو باخذ؟ بعدين بشوف مين اللي اقل. برضو عندي 0.012، الاندكس تاعته 1. وبعد هيك بدي اشوف الاندكس التانيين. في عندي 0.03 اللي هي الاندكس تاعته 7، واخر شيء 0.00 الاندكس تاعته 0. هلا بعد ما رتبتهم زي هيك تنازلي، فشو الفكره؟ انه انا رتبتهم من الاكبر للاصغر، تمام. هلا شو بدنا نساوي؟ الفكرة بعد ما أرتبهم تنازلي، الخطوة الثالثة اللي هي شو أعمل؟ أشوف أقل اثنين probability أجمعهم مع بعض. يعني أنا مش حكيت إنه هدول اسمهم probability، تمام. بشوف مين أصغر اثنين فيهم وبجمعهم، تمام. فأنا هون عندي من الإشي الطبيعي المنطقي إنه أنا لما أرتبهم تنازلي الأصغر حيكونوا وين؟ تحت، تمام. فأنا لما بدي أجي أقل اثنين عندي مين؟ 0.003. بعمل زي هيك، بطلع زي هيك وهيك، تمام، وبجمعهم مع بعض. هلا هون بنحط ناتج الجمع، هون بنحطه 0.03، فشو المجموع؟ 0.03، تمام. هلا شو بعمل؟ بوقف هون. بس هون فكره، مش احنا حكينا بدنا نعمل نيو كود. فكيف النيو كود بصير؟ انه بنحط هون 1 وهون بنحط 0 عشان بدي اعمل نيو كود. فدائما بحط الواحد تحت والصفر وين؟ فوق، تمام. بعدين شو بنساوي؟ بنشوف هل 0.03 أقل من 0.12؟ يعني هدول الاثنين البروبابيلتي، أقل اثنين موجودين عندي، يعني هاي البروبابيلتي كاملين، صح؟ يعني أنا هدول خلصتهم، صح؟ بشوف هل هاي صارت موجودة معهم، يعني 0.03 و0.12 هم شو؟ أقل اثنين موجودين عندي بكل بروبابيلتي، صح؟ فشو بعمل؟ بطلع سهم، يعني بطلع خط من هون وخط لهون وبجمعهم مع بعض لأنهم إيش؟ أقل اثنين probability. فهون بحط 1 وهون 0، تمام. بجمع هدول الاثنين مع بعض، كم بيطلع عندي؟ 0.015، تمام. هلا شو بعمل؟ برجع بشوف 0.015 و0.019 أصغر اثنين موجودين عندي بكل probability. أصغر اثنين، فشو بعمل؟ بجمعهم مع بعض، ما عندي أي مشكلة. فمنطلع من هون سهم، وهون حكينا بنحط 1 وهون بنحط 0، نجمعهم مع بعض كم بيطلعوا؟ 34.00. هلا هون بشوف هل
0034 و0019 أصغر اثنين موجودين عندي؟ لا، ليش؟ لأنه بشوف إنه في عندي 0019 و0023 أصغر من شو؟ 0034. فشو بساوي؟ بجمع هدول الاثنين مع بعض وبحط هون واحد وبحط هون صفر، المجموع تاعهم وين بنحطه هون، فشو بطلع عندي هون؟ 42 00. تمام. فشو بنعمل؟ بنطلع سهل، يعني بنطلع هون خط لحد هون مع بعض. تمام. هل 0042 و0034 هم اصغر اثنين موجودين عندي بباقي البروبابيلتي؟ حرفيا انه هدول الاثنين اصغر من 0071 واصغر من 0853. فشو بعمل؟ بجمع هدول الاثنين مع بعض وبطلعهم لهون. تمام. فهدول مجموعهم الاثنين مع بعض كم؟ 7 6 7 0 0. هون لا ننسى نحط 1 و0 وهون 1 و0. تمام. فهلا انا شو بشوف؟ 0076 و0071 هدول اصغر اثنين موجودين عندي، لانه ضايل عندي بس هاي. فشو بعمل؟ بجمع هدول الاثنين هاد وهاد مع بعض ومنطلع سهم خط لهاي هيك، ومنحط هنا 1 وهنا منحط شو؟ 0. المجموع تاعهم كم؟ هون 6 و7، 6 1 7، وهنا 4 1 0، يعني هون 147. تمام. شو بعدين بنساوي؟ نجمع هدول الاثنين مع بعض والمفروض يعطينا كم؟ الجواب المفروض يعطينا اياه 1. تمام. بعد هيك هلا المجموع هون 1 بتحطه برا عشان لما نيجي نعمل الكود ما نتخربط. هي عملنا ثالث خطوة، انه شو عملنا؟ جمعنا البروبابيلتي مع بعض. تمام. ان شاء الله يكون الوضع تمام. تمام. هلا بعد هيك بدنا نطلع النيو كود لمين؟ للاندكس. تمام. فشو هلا عندي هون؟ بنرجع بنرسم الجدول، نحط فيه الاندكس، بدنا نحط فيه النيو كود، هون النيو كود، نحط فيه اللينك بتاع الكود، ونحط البروبابيلتي. عشان هيك شو بدنا نسوي؟ هلا هي عملنا هيك وعملنا الهافمان، عملنا الرسم يعني. هلا شو كيف بدنا نعمل؟ كيف بدنا نطلع الكود؟ بنمشي من يعني هيك تنازلي برضو بننزل. تمام. واحنا هون كتبنا هدول عشان نستفيد، يعني كتبنا الواحد والصفر عشان نطلع شو؟ الكود. تمام. نيجي للصفر، كيف نطلع الكود تاعها؟ الكود تاعها من هيك نمشي فيه هيك هيك هيك. تمام. فعندي هون الكود تاع الصفر، يعني لو نشوف ننتبه هون هيك، هيو صفر من هون الصفر، هاي الكود تاعها 1 1 1 1 1 1، يعني لما ننزل نحكي 1 1 1 1 1 6 وحدات. تمام. فشو بدنا نعمل؟ بنكتب الكود من الشمال لليمين، نكتب 1 1 1 1 1 1. كم الاكس تاعه؟ 6. تمام. بعدين بدنا نروح على الواحد، هاي الواحد عندي بدي امشي فيه من تحت، هاي يعني من تنازلي، هاي بدنا نمشي من هون، هاي 1 1 1 1 0. تمام. فكيف بدنا نمشي فيه؟ حكينا بنكتبه من الشمال لليمين 1، هاي كتبت اول واحدة، بدنا نرجع نكتب الواحد الثاني، هاي الواحد الثاني، هاي الواحد الثالثة، هاي الواحد شو؟ الرابعة، وهاي شو؟ الصفر. تمام. تمام. بعدين بدنا نطلع كود شو؟ التنين. وين كم اللينك تاع بوس اول، يعني اول اشي كم اللينك تاع الواحد؟ 5. تمام. هلا بنحكي لكم شو بدنا نستفيد من اللينك. بعدين شو بدنا نروح نطلع كود الاثنين، هاي الاثنين عندي صح، هاي عندي 1 وهي انزلنا، هي بلشنا من هون 1، وهي هون شو؟ الصفر. كيف حكينا بنمشي هيك؟ وحكينا بنمشي من الشمال لليمين، يعني بنكتب الواحد اول شيء بعدين شو؟ الصفر. تمام. كم اللينك تاعهم؟ 2. بعدين شو بدنا نساوي؟ نروح على 3، نبلش بمين؟ بتلات، 1 1 0 1. كيف ننهي؟ بنبلش من هون 1، هيك كتبنا 1 من الشمال، بعدين 1، بعدين 0، بعدين شو؟ 1. تمام. كم اللينك تاعهم؟ 4. بعدين بدنا نروح على شو؟
على اندكس 4. وين اندكس 4؟ هاي اندكس 4. شو الكود تاعها؟ بس ايش؟ 0. فهون نكتب 0. هاي في 0، في شيء تاني غير الزيرو؟ لا. تمام، يعني هاي الخط اللي عندها بس هو ايش؟ الزيرو. كمل اللينكس تاعه 1. تمام، بعدين من نروح على ايش؟ اندكس 5. هاي اندكس 5 طالع منها 0 0 1 1. فشو نكتب هاي الاند